السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتات، إن شاء الله ألقاكم في تمام الصحة والعافية بإذن الله جميعا. شنا مجريات الجلسة اللي تقامت اليوم بمحكمة ابتدائية بمراكش وبحضور دنيا باطمة والزوج ديالها اللي كانت هي مع المتهمين في قفص الاتهام، وبحضور سلطانة كمطالبة بالحق المدني. وهنا الأطوار أخوتي بعد ما سالت الجلسة بالتأجيل بمطالبة من أطراف يعني الضحايا اللي طالبوا بتأجيل المحاكمة، وخرجت سلطانة مع يعني بواحد خرجت إعلامية مع الصحافة وأكدت يعني أطوار يعني وسيناريوهات وما يقع داخل المحكمة. بالفعل بعد ما دازت واحد مدة بسيطة يعني جوج ساعات تفاجأ سلطانة بالاعتقال لدى مصالح الشرطة بسبب أنها واحد سيدة من يوتيوبرز يعني مراسلة مرايا 24، واللي بالفعل أنها كانت كتصور واحد ثواني معدودة داخل المحكمة. وهنا المحكمة تمنع منعا تام يعني باتا بتصوير اي حاجه داخل المحكمه، يعني في الدول جميع الدول في العالم كامل فالعقوبه كتكون عقوبه صارمه في حق من يصور داخل المحكمه. وهاد السيده اللي كما قلت يعني مراسله ديال مرايا 24 واللي اعترفت انها ارسلتها سلطانه على اساس هي اللي طلبت منها باش تصور داكشي داخل المحكمه، وهادشي كامل اخوتي بالاعمال الشيطانيه وبالخطه ديال هاد العصابه حمزه مونبيبي، ربما بغى يوقعوا بهاد السلطانه اللي بقات يعني في واحد مده وهي في التحقيقات لدى الشرطه بمدينه مراكش يعني من اجل البحث وحيثيات هاد الواقعه. الى شنا اخوتي وتمعنا مزيان، ف سلطانة هذه يعني قبل 4 أيام كان واحد السيد يعني مراسل في برلين يوتيوبرز أكد أن سلطانة سوف يتم الاعتقال ديالها، وهذا شيء كامل الخطة كما هي توضعات ونجحات اليوم هذه الخطة. ولكن بعد ما قاموا يعني بالبحث والتحريات وسولوا وأكدوا من هذه المراسلة على أساس واش أنت كتعرف هذه السيدة، ف ما كان على الا يعني تنهار وتعترف وتاكد ان داكشي كامل فوجا من ضغط يعني احد العصابات ديال حمزه مونبيبي، وهادشي فين غياثر على مجموعه العصابه وخاصه الدنيا باطمه، لان هادشي كامل فمن افعال هاد العصابه هي اللي كتعمل هادشي، والسبب اللي كان السبب ديال الاعتقال ديال الاستاذ المديمي حتى هما فعلوا ليه يعني مكيده من اجل الوقوع به وزج به داخل السجن لودايا. وكما لاحظنا اليوم ان الاستاذ المديمي ما حضرش الجلسه لسبب من الاسباب انه كان مريض اخوتي، الله يشافيه والله يعافيه. وان شاء الله كما المحاكمه او الجلسه تاجلت حتى 28 شهر 7 بالضبط، 28 شهر 7 ان شاء الله تما في غتكون المحاكمه النهائيه العصابة ديال حمزة بما فيها دنيا باطمة. والحمد لله الحمد لله على كل حال، فسلطانة فتم إطلاق السراح ديالها بعد يعني سويعات من الآن يعني تلقوا السراح ديالها بعد ما تأكدوا أنها كانت إلا ضحية وأنه كان بغي يديروا لها مكيدة من أجل الزج بها كذلك في السجن. والحمد لله على كل حال، فما علي أقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. فسلطانة فبالوعي ديالها يعني بالثقة ديالها بالثقة بالنفس ديالها أن حضرات الجلسة كطرف مدني مطالبة بالحق المدني وبغياب أستاذ مدني اللي كان تا هو كيطالب بالحق المدني بسبب من الأسباب يعني كما ذكرت أنه مريض الله يشافيه. فسلطانة يعني راه ماشي شي إنسانة غبية باش ترسل شي وحدة وتقول لها يعني صوري داخل المحكمة من أجل، فهي ميمكنش يعني توصل لهذا الغباء. فسلطانة فهي إنسانة ذكية وعارفة شنو كتقول، وأن هي يعني ضحية من ضحايا الحساب حمزة مونبيبي، وأن هاد العصابة بالأخص دنيا باطمة فهي كتحاول تنتقم منها بشتى الوسائل بشتى الوسائل أخوتي. فهادشي اللي وقع اليوم.
فإلى شنا كذلك أن يعني في الفيديو اللي كنت نشرته هذه ثلاث ساعات، فإلى شتو دنيا باطمة خارجة من السجن، من عفوا من المحكمة بمعية الزوج ديالها محمد تر، وحتى الناس يعني كيهتفوا وتيقولوا أنها علاشوها، وإلى شنا غنسمعوا يعني سيده وحده اللي كتقول الله ينصركم انا معاكم انا، يعني هذا دليل على ان 99% ضد هذه المغنيه وعارف الحقيقه ديالها، 1% هي ديك المراه اللي كتحاول تدافع عليهم ويحاول يعني تعاطف مع هذه المغنيه والزوج ديالها، بالرغم ان مجموعه من الصحفيين حاولوا يعملوا استجواب مع الزوج ديالها، ولكن سيد ما سمعهمش يعني بحال اللي ميك ومشى، وهذا دليل على انهم الجلسه كانت جلسه يعني فيها مجموعه من المفاجآت والحقائق وانصدامات مع هذه المغنيه اللي واجهوها بمجموعه من الاتهامات، وهنا فين غيتبين لنا ان دنيا باطمه فالمصير ديالها قريب جدا، وان شاء الله نهار 28 من هذا الشهر سوف يتم النطق بالحكم، وكنتمنى من الله عز وجل ان قاضي التحقيق الجديد اللي غيتبع هذه القضيه ديال الدنيا باطمه، ويكون ان شاء الله حاضر الاستاذ نديمي اللي غيفجر مجموعه من الحقائق، يكون يعني ينصف هذه الضحايا وينصف حتى الاستاذ نديمي اللي مشى ضحيه في هذا مع هذه العصابه، مشى ضحيه ولفقوا له مجموعه من التهم والشكايات ولا غنى عنه. وإلا شنا أن هذا دليل على أن العصابة فهما فرحانين، مقدمهم فرحة بسبب يعني سجن هذا الحقوقي المناضل اللي كيناضل ويدافع عن يعني الضحايا والمظلومين والمكلومين، وهادشي كامل يعني هذه العصابة ضد هذا الإنسان، ضد هذا الإنسان لأنه شوهم وكيهضر يعني من غير الفراغ، كيهضر مجموعة من الثوابت، مجموعة من الأدلة، وهادشي اللي كنشوفوه في الخارجات الاعلاميه ديالو. وان شاء الله هاد السلطانه حتى هي ان شاء الله يوقف معها الله سبحانه وتعالى، لان هي عانت كثير مع هذا الحساب، عانت كثير مع هذا الحساب، وحتى انا خلقت لها مشاكل عائليه مع العائله ديالها بما بهم الوالدين والزوج ديالها، هادشي بسبب هذيك الدنيا باطمه اللي تحلفت عليها وانتقمت منها ونشرت مجموعه من الصور، حتى البيراطاج وحتى مجموعه من الاشياء اللي ربما انا يعني شوهاتها يعني مسائل بشي وسائل يعني اكثر من هذا الشيء كامل. دنيا باطمه اللي كتنتظرها يعني المحاكمه نهار 28 ان شاء الله بحول الله، فربما خطه ديال المحامي بوعشرين اللي شد هذا الملف، ربما غيحاولوا يعني يستانفوا الحكم، ربما انهم يتوجهوا للسلطات العليا من اجل العفو عنها، وهذا الشيء اللي ما كنتمناوش، كنتمناو ان الضحايا يتنصفوا وحتى الدنيا يتم الحكم عليها. ربما السيناريو الاخير انه يمكن توضع واحد الكفاله ماليه ضخمه من اجل الصراح ديالها، و يعني تفلت من هذه العقوبه، وهذا الشيء كامل حنا ما بغيناش، بغينا الحكم كما تحكموا المتهمين، حتى هي راه مع هاد المتهمين، وبغينا يعني المحكمه مره اخرى تنصف الضحايا وتنصف هاد الاستاذ مديمي، لانه هذاك الشيء اللي دوز هاد 20 يوم او شهر اللي دوز في سجن الودايه، ما بغيناش يمشي هباء منثوره، حتى هو ياخذ الحق ديالو وتنصف ويطالب بالحق المدني، يطالب بالحق المدني وتعويض مادي على الاضرار النفسيه، برغم انه هو قوي نفسانيا، حتى اعضاء المكتب مركز حقوق الانسان فهما متحدين الان وغيقولوا الكلمه ديالهم امام القاضي، بما فيهم الاستاذ الهيني اللي غيفجر مجموعه من الحقائق امام هذه المحكمه الابتدائيه من مراكش، ومن ثم يتم يعني رفع الحكم على هذه السيده مغنيه اللي مازال كتنتظرها عقوبه مشدده، لانها تحاول تهرب، تحاول تبعد على التهمه، وهذا الشيء كامل بالافكار الشيطانيه والاعمال الشيطانيه ديال العصابه والمخططات من اجل النيل
من اي واحد كيتكلم عليها او اللي يتكلم يعني في هاد مع هاد في هاد العصابه ديال حمزه مومبيبي. ان شاء الله اخوتي، ان شاء الله اخوتي غنعرفوا نعرفوا الحقيقه قريبا، ان شاء الله غنعرفوا الحقيقه قريبا ان شاء الله، وكل شيء ياخذ الحق ديالو وكل شيء يتنصف ان شاء الله. حنا عندنا ثقه تامه مره اخرى، ثقه تامه في القضاء المغربي اللي غيقول الكلمه ديالو في هاد القضيه. ما تنساوش اخوتي تعملوا لايك لايك، والناس الجداد اللي مازال ما تابوناش يتابوناو باش دائما يتوصل لكم الجديد. ان شاء الله نلقاكم في تمام الصحه والعافيه، والسلام عليكم.